راحوا حول هذا الحديث يشرقون ويغربون، يريدون التخلص منه، فقالوا ينزل، يعني ينزل أمره، ينزل أمره. فيقال لهم حديث فيه أنه يقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. هل الأمر يقول هذا؟ هل الأمر يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ فهذا باطل، وإنما الذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا ملك من الملائكة ينزل، ينزل ربنا، يعني ينزل ملك من الملائكة. هل الملك يقول من يستغفرني، من يسألني، ما هل من تائب فأتوب عليه؟ هل هذا يصدر من الملك أو يصدر من الرب سبحانه وتعالى؟ هذا من الرب جل وعلا. فليس المراد ينزل أمره، وليس المراد ينزل ملك من الملائكة، لأن الأمر والملك لا يقولان هذه المقالات التي جاءت في الحديث. قالوا: الليل يختلف باختلاف الأقطار، نظراً لدوران الشمس حول الأرض، فهي تدور حول الأرض، فيكون نصفها نهاراً ونصفها ليلاً، يكون عندنا نهار ويكون عند الآخرين ليل والعكس. سبحانه هذا لا ندخل فيه، هذا من أمر الله. فالذي سخر الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان، جعلهما يتعاقبان، هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى. فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية، كيف ينزل والليل يخضر باختلاف وران ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم. نقول: هذا لو كان نزول المخلوق، أما نزول الخالق أو ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. قالوا: النزول يلزم عليه الحركة والانتقال، فهل الله ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا ويتحرك؟ نقول: هذا بحث عن الكيفية، نحن نقول ينزل كما يشاء، لا نعلم الكيفية، لا نعلم الكيفية حتى تقول يلزم عليه الحركة والانتقال وإلى آخره. هذا بحث في الكيفية، ونحن لا نبحث في الكيفية. الله ينزل كيف يشاء، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق السماوات والأرض، فهو جل وعلا ينزل كما يشاء، لا نتدخل في هذا. فنحن نثبت النزول كما جاء، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، نثبت هذا ونؤمن به، ولا نلتفت إلى وساوس هؤلاء الذين يستدركون على الله، كأنهم يقولون إننا لا يليق بك يا ربنا، لأنه كذا ولأنه كذا، فهم يستدركون على الله جل وعلا، يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم أعلم من الله وأعلم من الرسول بالله عز وجل. فهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. الله يثبت النزول وهم ينفونه ويقولون يلزم عليه كذا وكذا من اللوازم الباطلة.